بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل ما شاء الله في هذه الانطلاقات جميل ومميز. تواصلنا لازال هنا في هذه الانطلاقات الجميلة المميزة حاضرا في كل هذه الانطلاقات، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة. المركز الأول هناك، اللي في المركز الأول شعار رفيعة ما شاء الله مسيطرا مع راهية سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة، النقلة على جبار عبد الله بن علي بن واس تأتي بثاني المراكز. وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك الطيارة عبيد بن خليفة الحميري، المركز الرابع الذيبة كريبي جابر حمد الغفراني المري. يا سلام يا راعي الفلاح، يا سلام يا أهل الفلاح. النقل على المركز الرابع، وهناك خامس المراكز أرهوة أحمد سعيد بن علي بن حلوة الأكتبي، بينما اللي في المركز السادس والإخوة مستمعينا الأعزاء هناك زعفران عبد الله بن علي بن عجيل. وفي المركز السابع مستمعينا الأعزاء مساحة سالم بسلطان محمد بن واس. وفي المركز الثامن هناك نوف حمدان بن محمد بن خليفة قحيط. التاسع مراكز الشاهينية سيف بن سعيد غانم المنصوري. والعاشر هنا بطولة السيد عبد الله بن سعيد بن عبد الله المهيري. العود جميل، العود أحمد، العود ناموس، دائما مع هذه الأسامي الحاضرة في كل هذه الانطلاقات الجميلة، في كل هذه الانطلاقات المميزة. ونحن دائما نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين هنا في هذا الانطلاق الجميل. سلام يا بن رفيع، ويا سلام على راهية، يا سلام يا راعي راهية المسيطر على المركز الأول سعيد بن أحمد سعيد بن رفيع، بينما اللي في المركز الثاني جبار عبد الله بن علي بن واس أيضا حاضر ودافع بجبار إلى ثاني المراكز. النقل على المركز الثالث أيضا بنتعرف الله يرحمه نعم لأحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الأكتبي. وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع هناك شعار عبد الله بن علي بن عجيل مع زعفران. وخامس المراكز اللي تصلنا في هذه اللحظات شعار الكريبي أيضا حاضر هنا مع الذيبة الكريبي بن حمد الغفراني المري. نكتفي. إذا قلنا كفاية خلاص، بس نبغي المراكز الأولية. عندنا على المركز الأول والثاني اللي حتى هذه اللحظات لن تصدر عليهم الأوامر أبدا، ما صدرت عليهم أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر هنا في هذا الانطلاق، تذكر في هذا الاندفاع. راهية من تسيطر على المركز الأول وهي الصامدة ما شاء الله على مقدمة الشوط. تهانينا والناموس بنقول سعيد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة في اللحظات الجميلة، اللحظات المميزة لمن اللحظات. هل سوف يبقى بن رفيعة؟ تهانينا والناموس لمالك راهي سعيد بن احمد سعيد بن رفيع المركز الثاني، عبد الله بن علي بن واس المركز الثالث، عبد الله بن علي بن عجيل المركز الرابع، شعار احمد بن سعيد بن علي بن حلوه في المركز الخامس، سالم بن سلطان بن حمد بن واس مع مساحه